تنتشر العيادات المتنقلة المجانية التي تسيرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت للتخفيف عن معاناة السكان وإيصال الرعاية الصحية الأولية إلى مختلف القرى والمناطق النائية البعيدة عن المراكز الصحية في محافظة حضرموت. متحديا العوائق ومشقة التنقل للوصول إلى القرى النائية، يواصل الفريق الطبي بالعيادات الطبية المتنقلة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم خدماته الطبية في مختلف المناطق والقرى النائية بمحافظة حضرموت. مشرف الفريق الطبي الدكتور وجدي العكبري قال إن أهمية العيادة المتنقلة تكمن في توفير الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة للقاطنين في المناطق البعيدة عن المدن وتقديم خدماتها بالمجان، إضافة إلى الدور الذي تقوم به في إطار التوعية للمرضى. كعيادة متنقلة تبع الهلال الأحمر الإماراتي نقدم خدماتنا الطبية إلى قرى ومدن ساحل حضرموت. قدمنا لحد الآن منذ بداية السنة إلى شهر 5 الماضي حوالي ما يزيد عن 2000 حالة مرضية بمعدل تقريبا 400 حالة شهريا. تقدم الخدمات تحتوي العيادة المتنقلة على أطباء، طبيب عام وطبيبة عامة، بالإضافة إلى فني مختبر، مساعدين طبيين، مختبر متكامل مجانا، وصيدلية مجانية أيضا. نصل إلى القرى النائية، القرى التي لا تتوفر فيها خدمة صحية. وتضم العيادات الطبية المتنقلة أطباء وصيادلة وممرضين ومستلزمات طبية ودوائية وتقديم خدمات الاستشارة الطبية والتغذية والعلاج الدوائي والتوعية المجتمعية، حيث عبر أهالي المناطق المستهدفة عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وما تقدمه عبر ذراعها الإنساني نظير هذه الخدمات الصحية. نشكر الهلال الأحمر الإماراتي بنزوله إلينا، تفقد على أحوال المواطنين من مرض وغيرها، ونحب أن الاستمرار إلينا لهذا لقضاء الأمراض. عدد المستفيدين بلغ منذ إطلاق مشروع العيادة الطبية المتنقلة أكثر من 7900 حالة مرضية، حيث يعتبر هذا المشروع استجابة إنسانية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد، وحلا إسعافيا للسكان الذين يصعب عليهم ارتياد المراكز الصحية الدائمة، إما لبعدها عن سكنهم وإما لغيابها عن بعض المناطق.